بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، من المبادئ ديال الدين ديالنا الحنيف أنه كيحرص لنا على تنظيم العلاقات الاجتماعية ديالنا وبجميع الأنواع ديالها، وتأكد لنا على أننا خصنا نحافظوا على السلامة ديالها ونقويوا الروابط ديالها في إطار بطبيعة الحال بداك الشيء اللي جا به الله سبحانه وتعالى وأمرنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه العلاقات الاجتماعية هي العلاقة مع الجيران، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأننا نحسنوا الجيران ديالنا، وتقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهنا تسيد النبي صلى الله عليه وسلم كينفي الكمال ديال الإيمان على اللي كيظلم الجار دياله وكيسئليه، وتيقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، كيعاودها سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ديال المرات. وكيقولوا له الصحابة وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار جار لا يأمن جاره بوائقه. أعزائي المشاهدين، هنا كنشوفوا كيفاش أن الدين ديالنا وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيحصلنا على أننا نحسنوا الجيران ديالنا. والجار علاش؟ لأن الجار هو قريب ليك، دارو على دارك، ودائما غتكون كتشوفه كتلقى به في الريحة في الجاية، يعني كل ما كتخرج من دارك ضروري ما غتلقى مع هذا الجار ديالك. وكل ما كانت العلاقة ديالك مع جارك علاقة اللي هي طيبة، كل ما كانت الحياة ديالك غتكون تهي هنيئة وغتكون مطمئن على الأسرة ديالك وعلى وليداتك. وهذا الجار بطبيعة الحال كل واحد كيتمنى أن يكون الجار دياله هو الملاذ دياله في الشدة وفي المرض، ويكون واحد العون دياله في الفرح وفي القرح. كيقول المثال الجار قبل من الدار. وفي هذا السياق غادي نحكي لكم واحد القصة ديال واحد الجار اللي كان مجاور أبدا في البغدادي لمدة 20 سنة. وفي واحد النهار ضاقت به الحال ديالو، كثرت عليه الديون وبغى يبيع دويرته، فطلب فيها 1000 دينار وهو الضعف ديال داكشي اللي كانت القيمه ديال الدار ديالو، فما شراها من عنده حتى شي حد. فهاد ابو دف البغدادي الجار ديالو جا عنده تينصحو، كيقول له مزيان انك تخفض من الثمن ديال الدار ديالك باش تباع لك، لان الدار القيمه ديالها فقط راه 500 دينار. فقال له الجار ديالو هي فعلا الدار قيمتها 500 دينار، ولكن جورتي كتقام تايب كثار من 500 دينار، لانكم جيران طيبين وما شفت منكم الا طيبه الاصل وحسن الجوار. داكشي علاش ما قدرتش نبيع داري بوحدها ب 500 دينار وبغيت نضاعف الثمن ديالها. وهنا ما كان لهذا الجار اللي هو ابو دف البغدادي الا انه يساعده ويسدد ليه الديون ديالو باش يبقي على الجوره ديالو. هذا معنى حسن الجوار، وهذه هي أهمية الجار اللي مازال كان سيدنا جبريل عليه السلام توصي بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن سيدنا رسول الله أن غادي يولي هذا الجار من الوراثة. فإذا أعزائي المشاهدين، الجار قبل من الدار، فلنحسن إلى جيراننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.